تستقبل ضفاف نهر نوفو سيبيرسك الروسي عشرات الفرق التي تتنافس فيما بينها لبناء هياكل على أشكال قبعات تصنع من الثلج. وتنشغل الفرق المشاركة في المسابقة ببناء أكثر من 100 هيكل، لا تتراوح مدة صناعة الواحد منها 3 ساعات، ويقوم المشاركون بقطع الثلج بواسطة المناشير وجمعها معا، ومن ثم العمل على بناء كوخ صغير يتسع لشخص واحد.